Object is initially at the origin. A force acting on this object is given by fx minus 6x plus 9x squared, where x is measured in meter. Find the work done by this force on the object as it moves 3 meter to the right. يعني هي مثلا عند الصفر تروح لتلاتة. الورك بيساوي ايه؟ بيساوي تكامل الاف دي اكس لما تكون الفورس مش كونستنت، يعني بدلالة الاكس من صفر لتلاتة. يعني هتساوي تكامل ماينس 6 اكس بلس دي اكس من صفر لتلاتة، يبقى ماينس 6 اكس تربيع على 2 يعني ماينس 3 اكس تربيع. 9 اكس تكعيب على 3 يبقى 3 اكس تكعيب من صفر لتلاتة، هتساوي عند الصفر كله يبقى بصفر، يبقى ماينس 3 في 3 في 3 يعني ماينس 27 زائد 3 في 27 يعني 81. 81 ناقص 27 54 جول.